توتزي بيلعبها سارة. خالد عيسى حارس الشهر وحارس السنوات الماضية يتصدى لركلة الجزاء. هذه عيونه، هذه نظراته، هذه قفزاته بكوادره. كرة ملعوبة في المرمى، نصراوي، هدف نصراوي، العميد يتقدم والسبع ردها لك، السبع ردها لك يا خالد عيسى، صدات البلنتي لكن الفاول جول. النصر يتقدم والفار راح يتدخل، النصر يتقدم والفار راح يتدخل. هدف نصراوي. مسعود حسن يشير على أن الكرة تجاوزت المرمى، هل هي بكامل محيطها أم لا؟ خلونا نتابع ونشاهد. من وجهة نظري قبل أي شيء أنا أقول يمكن ما عدت، يمكن الفار، يمكن الفار يتدخل، والتقنية لازم بكامل محيطها، لازم بكامل محيطها. السبع ردها لخالد عيسى. شوف هذه الكرة، هذه ما تفتيك، هذه ما تعطيك نتيجة دقيقة، هذه تعطيك إيحاء، تعطيك إيحاء، تقول لك أغلب الظن أنها دخلت. لكن نتابع ونشاهد الإنصاف كيف راح يكون. هل هو هدف نصراوي؟ يقول شفته مسعود، مسعود يقول شفته. احتساب الهدف، احتساب الهدف. إذا العميد النصراوي، والنصر يتقدم على العين بهدف. يا سلام يا بندر، رجعت مرة ثانية، أباب المرمى، الله على طريقة زهير بخيت وبرقم زهير بخيت، بندر الأحبابي الله عليك، خذ لايك وخذ إعجابي يا الأحبابي، الله عليك يا بندر، بندر تقدم، بندر لعبها، هذه كرات زهير سواها زمان، ذكرتنا يا بندر. الكرة الآن في شباك النصر الأحبابي، بصمة وإعجابي على أداك يا الأحبابي، مقصودة، لعبة مقصودة، مثل ما باغتهم السبع النصراوي، باغتهم السبع العيناوي. وضيوف الكرام، الكرة لمهدي، مهدي، مهدي عرضية أمام المرمى، صلحها النصراوي، هدف في الدقيقة 79 عن طريق جابرييل. العميد يتقدم بالهدف الثاني ويرفضون الاحتفال لرحيل رئيسهم حمدان بن راشد المكتوم. يحيى نادر اسيست ممتاز لجابرييل، وجابرييل حطها في المرمى، واعلن عن تقدم العميد بالهدف الثاني. النصر يسجل الان في اخر 11 دقيقة على نهاية المباراة. هدف بخطأ كبير من يحيى نادر، النصر يتقدم الان 2-1. سعيد جمعة لحارس مرمى، الحارس سيطر، اوه خطأ كبير من مهند العنزي، رجعت الكرة للنصر، توتزي كرة الإمارات. بعد سنوات وسنوات النصر سواها، سواها النصر بهدف ثالث. يا سلام، تيغالي يسجل لما توصل له صح، ينهيها صح، لأن تيغالي كله على بعضه صح. تيغالي يا تيغالي، توتزي الله عليها من صناعة والله عليها من راسية. هذا تيغالي اللي تحيدونه، هذا تيغالي اللي تعرفونه، هذا تيغالي ضحى في المرمى وينهي المباراة. بعد 10 سنوات العميد النصراوي يفعلها ويهزم العين في العين. ثالث
الثالث ينهي الحسابات تماما بدأت بخطأ كبير من مهند مثل ما بدأت المباراة بخطأ.